بنور كنعاين النور وابسط رحمتك علينا. ببركة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين والمجمع المقدس، تم صيامة الشماس بشهر دحابر كاهنا، وذلك في القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في السويفية بوضع يد سيادة المتروبوليت فيندكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن، وبحضور رئيس أساقفة قبرص غبطة البطريرك خرسيوستوموس، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة من الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الرسولية المختلفة من داخل العاصمة عمان وخارجها. ونيابة عن المتروبوليت فيندكتوس، ألقى الأب باج صخوري كلمة عبر فيها عن محبته الأبوية للكاهن الجديد، موصيا إياه أن يكون على قدر المسؤولية في رعيته الجديدة رعية الروم الأرثوذكس في مدينة الفحيص، وأن يتحلى بصفات الراعي الصالح. أنت كاهن العلي ولا تنسى ذلك، فها هي خطوات لننادي بك لتدخل وتحمل بيدك الوديعة التي ستسأل عنها يوم الدينونة الرهيب، فاسعى منذ الآن أن تكون حسن الجواب أمام المنبر الإلهي. يا بني، لا تنسى من ستذهب إليهم بعد صيامتك لتخدمهم هناك في الفحيص، البلة الجميلة بأهلها وعراقتها وأصولها تحتاج منك انتباهاً كبيراً ومحبة تشمل فيها جميع أهلها، فأنا أعرفهم جيداً وهم لن يبخلوا كما عهدتهم عن تقديم يد العون لعملك الرعائي إن نظروا فيك الكاهن والراعي الصالح. فها وقت يا بني يعمل فيه للرب، فبارك أيها السيد القديس، ادخل إلى فرح ربك الداعي لك بالرب يسوع المسيح المتروبوليت فيندكتوس متروبوليت فيلادلفيا. وبدوره شكر الكاهن الجديد الأب دحابري جميع الآباء الكهنة وعلى رأسهم غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وسيادة المتروبوليت فيندكتوس وأهله وجميع من دعمه وسانده، كما قدم شكره أيضا لرئيس أساقفة قبرص البطريرك خريسيوستوموس مقدما له درعا تذكاريا. سيدي، اسمح لي ببعض الكلمات بحقهم، بحق أشخاص لهم ولولاهم لما وقفت أمامك اليوم. على رأسهم سيدي صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الجزيل الاحترام، الذي لم يتركني يوما منذ 7 أعوام ولم يتوانى بإرشادي وتعزيتي وتقويتي بالصبر، فله مني كل الطاعة والاحترام. أما الأب يورونيموس المرشد الروحي لي، فأني لا أجد كلاماً لك لأوفيك حقك، فكل ما أستطيع أن أقوله لك إنني أضع نفسي وعلمي تحت تصرف كنيستنا الأم وتحت تصرفك، فأنت وأعرف هذا جيداً، لا بل وأعيشه حالياً، ترشدني وتقويني وتحافظ علي كوردة تريد أن تزهر زنبقا لا شوكا. فثق يا سيدي أني سأكون الخادم الأمين والعبد المطيع لشخصكم الكريم ولأهل مدينة الفحيص التي أصبحت جزءا من قلبي. وأخيرا، قدس الأب رومانوس السماوي، ذلك الشخص والأخ والحبيب والعزيز الذي أكن له كل الاحترام والمحبة والتقدير، فهو من وقف جنبي وساندني، فأنا أتضرع إلى الرب الإله أن يهبه الصحة والعافية له ولأهل بيته. ولا أنسى أبي الروحي الإيكونوموس الأب إبراهيم دبور صاحب السيادة المتروبوليت فيندكتوس. حياتي سيدنا لا أعطيتك لا مصاري ولا أعطيتك شيء، وهاي أول مرة بهدي فيها صاحب السيادة المتروبوليت فيندكتوس شيء،
هو اللي دائما اللي كان يساعدني ويصرف علي. سيدنا يعطيك الصحة باسمي وباسم أهلي بن فحيص الجداد. وفي ختام القداس انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة لتقديم التهاني للكاهن الجديد الأب بشارة دحابر ولأهله وذويه مع الأساقفة والآباء الكهنة. سر الكهنوت غالي أثقل من الجبال، ولبس الكهنوت أغلى وأغلى، قد ما أنطيه كلمة ما بستطيعش أنطيه تعبيره، لأنه غالي غالي وثقيل، وإن شاء الله أنه يقدر ابني على هاي الحمل. فرحتي عظيم لا توصف، لأن الحمد لله زرعت وأثمرت وكان ثمار من النوع الجيد الممتاز، فأشكر الصغار والكبار والشيوخ. أوجه له رسالة أنه يكون على قد الحمل ويكون يحمل نير هذا الحمل الكهنوت ويقدروا على هذا الحمل.